تم إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة عام 1995، ففي بداية إنشاء الكلية كانت الكلية تقع خارج الحرم الجامعي وبعيداً عن ملاعب الجامعة، ثم انتقلت الكلية بعد مرور 10 سنوات من إنشائها إلى داخل الحرم الجامعي بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة في يناير من عام 2006. وفي ظل ما تمتلكه الكلية من جهاز أكاديمي وإداري متميز ونخبة متميزة من الطلاب، تمكنت الكلية من حصد النجاح الباهر في تحقيق التميز للكلية في أسبوع شباب الجامعات السابع عام 2005، وأسبوع شباب الجامعات العربية الأول عام 2006، وأسبوع شباب الجامعات التاسع عام 2009 بجامعة المنصورة. ومنذ نشأة الكلية وحتى الآن وهي تقدم خدماتها التعليمية والبحثية والمجتمعية لمجتمع محافظة الدقهلية، حيث تمنح الكلية شهادات البكالوريوس في كل من التخصصات التالية: التدريب الرياضي، طرق تدريس التربية الرياضية، والإدارة الرياضية، كما تمنح شهادات الماجستير والدكتوراه في 8 تخصصات هي طرق تدريس التربية الرياضية، مناهج التربية الرياضية، والتدريب الرياضي، والإدارة الرياضية، والترويح الرياضي، وعلم النفس الرياضي، وعلوم الحركة الرياضية، وعلوم الصحة الرياضية. ونظرا لزيادة معدلة إقبال الطلاب على الدراسة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، سعت الكلية إلى إنشاء مبنى ملحق بالمبنى الرئيسي لتقديم الخدمات التعليمية بالشكل الذي يتناسب مع وضع الكلية، حيث قام السيد الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم العميد الحالي للكلية بمجهودات كبيرة تحقق من خلالها الحصول على تمويل مشترك من جامعة المنصورة وإدارة برنامج مشروعات التطوير المستمر والتأهيل الاعتمادي بوزارة التعليم العالي، حيث تم استلام مبنى الكلية الجديد. وتعقب على عمادة الكلية العديد من الأساتذة، بداية من الأستاذ الدكتور محمد السيد خليل العميد المؤسس للكلية، والأستاذ الدكتور مسعد علي محمود، والأستاذ الدكتور محمد كمال السمنودي، والأستاذ الدكتور محمد شوقي كشك، والأستاذ الدكتور أشرف الدسوقي شعلان، والأستاذ الدكتور محمد الشحات، والأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم عبد الله العميد الحالي للكلية. كان هدفنا من البداية من كلية واعدة إلى كلية رائدة. تم العمل في خلال 2 سنين على مستوى 3 قطاعات وتطويرها، والدليل على كده عدد الوافدين في كلية التربية الرياضية يقترب من 1000 طالب دلوقتي، ويمكن أول كلية تربية رياضية في جمهورية مصر العربية تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة بجمهورية مصر العربية، ومستعدين للاعتماد للمرة الثالثة. يمكن في خلال 2 سنين قدرنا ننشئ حاجات كويسة جدا في الكلية، منها مركز الاستشارات الرياضية إن شاء الله، عملنا التقنية، موقع الكلية اتطور، حاجات كتير جدا احنا شغالين عليها والحمد لله، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ويتولى الأستاذ الدكتور إيهاب البراوي وكالة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور حسام فاروق وكالة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، والأستاذ الدكتور ماهر عبد الحليم وكالة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وحرصا من الكلية على جودة العملية التعليمية، فبدأت أولى خطواتها في ذلك الطريق من خلال موافقة مجلس الكلية على إنشاء وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية وتخصيص مقر متميز لها. وتعقب على إدارة وحدة ضمان الجودة والاعتماد العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كان لهم أطيب الأثر في تحقيق جودة العملية التعليمية. ويتولى إدارة الوحدة حاليا الأستاذ المساعد الدكتور تامر صابر. واستكمالا لما حققته جامعة المنصورة من تميز تقني جعلها في مصاف الجامعات الإلكترونية في مصر، أنشأت الكلية عام 2009 وحدة التعليم الإلكتروني سابقا، وحدة تكنولوجيا المعلومات حاليا، وذلك لتقديم الأنظمة والبرامج الإلكترونية. وتعقب على إدارة الوحدة العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، قدموا الكثير من الإنجازات الملموسة للوحدة والكلية والجامعة. ويتولى إدارة الوحدة حاليا الأستاذ المساعد الدكتور عبد الرحمن محمد مجاهد. كما تقدم الكلية خدمات تعليمية للطلبة الوافدين، وذلك في إطار تعاون وارتباط الكلية بمحيطها الإقليمي والعربي، حيث أصبحت كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة جاذبة للطلاب الوافدين، وتحتضن الكلية حاليا أكثر من 800 وافد في مرحلة البكالوريوس والعديد من الطلاب الوافدين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
كما أنشأت الكلية مكتبا للوافدين، ويتولى إدارته الأستاذ المساعد الدكتور أحمد عبد النبي الطنبولي منسق عام رعاية الطلاب الوافدين.